سلطت وكالة أنباء الصين شينخوا الضوء على نجاح قناة السويس في تحقيق أعلى إيراد سنوي بتاريخها في العام الماضي. ونشرت الوكالة تحليلا مطولا استعرضت خلاله بالأرقام إحصائيات الملاحة في القناة خلال 2021، حيث سجلت أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخها، محققة أعلى إيراد سنوي في تاريخ القناة بلغ نحو 6 مليارات و300 مليون دولار، وأكبر حمولات صافية سنوية بلغت 1,270,000,000 طن. وأشارت الوكالة إلى أن حركة الملاحة بالقناة شهدت خلال عام 2021 عبور 20,694 سفينة من الاتجاهين، مقابل عبور 18,830 سفينة خلال عام 2020، بنسبة زيادة قدرها 10%. موقع جغرافي فريد وخدمات ملاحية بتنافسية عالمية، مواصفات جعلت قناة السويس عن جدارة شريانا رئيسيا لحركة التجارة العالمية المنقولة بحرا، وأحد أهم حلقات سلاسل الإمداد العالمية. واليوم تضيف قناة السويس ريادة فوق ريادتها، وتجني ثمار سنوات من العمل والجهد بحصد عشرات الإشادات الدولية، إشادات كان بطلها إحصاءات الملاحة بالقناة خلال عام 2021، حيث سجلت القناة أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخها، محققة أعلى إيراد سنوي في تاريخها بلغ 6.3 مليار دولار، وأكبر حمولات صافية سنوية بواقع 1.27 مليار طن. وأوضحت هيئة قناة السويس أن حركة الملاحة بالقناة خلال العام المنصرم شهدت عبور 20,694 سفينة من الاتجاهين بنسبة زيادة قدرها 10% عن عام 2020، وبذلك حققت عائدات قناة السويس زيادة كبيرة قدرها 12.8% من حصيلة إيراداتها بالدولار بواقع 720 مليون دولار. كما نجحت المؤشرات الخاصة بحجم التجارة العابرة لقناة السويس في تخطي نسب الزيادة في معدلات نمو التجارة العالمية. هذا ورصدت التقارير الملاحية خلال عام 2021 زيادة كبيرة في معدلات عبور مختلف أنواع السفن مقارنة بعام 2020، وهي الزيادة التي انعكست على تحقيق طفرة بالمؤشرات العامة لسفن الصب العابرة كأعلى معدل تسجله في تاريخ القناة، محققة أعلى إيراد بتخطيها حاجز المليار دولار لأول مرة في تاريخ القناة. مؤشرات إيجابية واستثنائية تعكس نجاح السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة التي انتهجتها الهيئة في كسب ثقة المجتمع الملاحي في ظل تحديات جائحة كورونا. كما لعبت تلك السياسات دورا كبيرا في زيادة أعداد السفن التي تعبر القناة لأول مرة وتحقيق رقم قياسي غير مسبوق. يأتي ذلك بالتوازي مع تحقيق نتائج مباشرة على صعيد نتائج أعمال المحاور المختلفة لاستراتيجية التطوير الطموحة بالهيئة 2023، والتي يتصدرها تطوير المجرى الملاحي. هكذا كانت وستظل قناة السويس أقصر وأسرع وأكثر الطرق الملاحية أماناً وبوابة العبور نحو المستقبل برؤية جديدة وفكر غير مسبوق يليق بأعتاب الجمهورية الجديدة. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار. بعد التحية دكتور هشام، وكالة أنباء الصين شينخوا سلطت الضوء على نجاح قناة السويس في تحقيق أعلى إيراد سنوي بتاريخها في العام الماضي، كيف تشرح ذلك بالرغم من وجود جائحة كورونا؟ تحياتي لحضرتك والساده المشاهدين. هو بالتاكيد الظروف كانت صعبه وتحديات كبيره للغايه لقناه السويس، مش بس لقناه السويس لكن كمان لحركه التجاره الدوليه خلال العامين الماضيين بفعل جائحه كورونا. ويمكن اضيف الى هذا الامر هو ارتفاع ايضا تكاليف الشحن على المستوى الدولي، ده كمان شكل تحدي بالنسبة لحركة التجارة الدولية وأيضا شكل تحدي بالنسبة لعبور قناة السويس. يمكن كمان خلال العام الماضي جاءت أزمة سفينة إيفر جيفن اللي هي أغلقت القناة لمدة 6 أيام، والحقيقة يمكن العالم حينها أيقن أنه هذا الممر الملاحي له أهمية كبرى على المستوى الدولي، وأتصور أنه هذه الأزمة أتت في مصلحة قناة السويس لأنه الحقيقة التعامل مع هذه الأزمة بأقصى قدر من
البعد الفني والبعد الإداري السليم والتعامل فيما بعد مع الشركة المالكة، يمكن أوصل برسالة للمجتمع الدولي أنه مش بس إدارة قناة السويس لها صفة دولية، لكن كمان بتجيد التعامل مع الأزمات الطارئة. بالتأكيد كل ده صب جنبا إلى جنب مع السياسة المرنة اللي بتتبعها الهيئة في التعامل مع وكلاء الشحن على المستوى الدولي، يمكن الدخول في علاقات استراتيجية مع كبرى الشركات المالكة للسفن اللي بتنقل حركة التجارة الدولية. بالتأكيد كل ده انعكس على زيادة الإيرادات، على زيادة الحمولة، والأكثر أهمية على زيادة درجة الثقة والمصداقية في هذا الشريان الملاحي الهام الاستراتيجي على المستوى الدولي. دكتور هشام، قناة السويس تتمتع بموقع جغرافي فريد وخدمات ملاحية بتنافسية عالمية، برأيك ما هي أهمية مشروعات التطوير التي تجرى حاليا في هذا المجرى الملاحي المهم؟ هو بالتأكيد مش بس التوسعة القناة، سواء كان فيما يتعلق بالاتساع أو العمق عشان تستقبل أكبر السفن والأحدث تكنولوجيا، لكن هو يمكن التعامل مع السفن الحديثة هو يمكن التحدي الأهم والأكبر، ويمكن التعامل مع هذه السفن الحديثة بمزيد من التكنولوجيا بالحقيقة بتجهيز القناة بأحدث السفن اللي قد تحتاجها القناة في قطر أي سفينة يحدث بها خلال خلال عبورها. بالتأكيد ده كمان من الأمور اللي بتضاف لمزايا العديدة اللي بتتمتع بها قناة السويس. لكن يمكن قناة السويس على مدار التاريخ هي لها موقع استراتيجي، لكن أتصور ما يميزها حاليا هو السياسة المدنة اللي بتتبعها، هو القدرة على تقديم خدمات بشكل أفضل لكل السفن اللي بتعبر، وتصور أنه هو ده التحدي الأهم بالنسبة لقناة السويس بالمقارنة مع كافة المصادرات البديلة. إزاي نقدر نخدم على كل السفن العابرة وتفضل كان بقى حجمها أو حمولتها، هو ده التحدي اللي أتصور أن احنا حتى الآن ناجحين فيه بشكل كبير للغاية. بالتأكيد، ويمكن هذه السياسة المرنة انعكست على إيرادات قناة السويس المستمرة في الارتفاع والزيادة. أشكرك شكرا جزيلا دكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، شكرا جزيلا لك.